تعود الحكومة إلى فرض إجراءات وتقييدات لمنع تفشي جائحة كورونا مع المتحور الجديد دلتا، متحور جديد قد يدخل العالم إلى موجة رابعة من الفيروس إن لم نتوخى الحذر. انتشار جديد قد يعيدنا خطوة إلى الوراء، ولكن اليوم نحن نعرف عن الفيروس أكثر من الماضي. نعرف مثلا أن التطعيم يمنع المرض بنسبة عالية، ونعرف أيضا أن التجمعات الكبيرة والسفر إلى خارج البلاد هم من مسببات انتشار الفيروس مجددا. كما نعرف أيضا أن إشكاليات الحكومة ونقاشاتها المستمرة حول التقييدات هي استمرار للأزمة السياسية السابقة، ولكن بوجوه جديدة. إلى العناوين. مثلجات بن أند جيريز تثير عاصفة في إسرائيل بعد قرارها وقف بيع منتجاتها بالمستوطنات. مهرجان التحدي والصمود 11 على أرض قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب. إجراءات إضافية محتملة لمنع تفشي كورونا وخلافات حول مخطط العودة إلى المدارس. أهلا بكم. طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بتقديم توضيحات حول برنامج التجسس بيجاسوس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية. وأشارت الوسائل إلى أن ماكرون أعرب عن استيائه في محادثاته مع بنت، طلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد، فيما بعث بنت برسالة إلى ماكرون يقول بها بأن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه، وبأنه وعد بالتحقيق على أعلى المستويات واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا. اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية أراض تعود لعائلة الزيادني في قرية إم الميلي بالقرب من مدينة راهط في منطقة النقب، بهدف تحريش الأرض والاستيلاء عليها. وناشد أبناء عرب الزيادني المواطنين العرب في النقب بالوقوف إلى جانبهم وإسنادهم لمنع سلب الأرض، وطلبوا كل من يستطيع الوصول للمنطقة التوجه إليها والتجمهر فيها. أعلنت شركة البوظة الأمريكية الرائدة بن أند جيريز الأسبوع الماضي عن وقف بيع منتجاتها في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقالت الشركة إن بيع البوظة في المناطق الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع قيمنا، كما أشارت عدم نيتها تجديد تعاقدها مع الشركة الإسرائيلية، العقد الذي ينتهي العام المقبل والذي سمح بتسويق منتجاتها في المناطق المحتلة. عاصفة سياسية في إسرائيل هو ما تسببت به بوظة بن أند جيري عندما أعلنت الشركة الأم وقف بيعها منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تبتلعها المستوطنات. قرار الشركة قُبل بغضب السياسيين الإسرائيليين الذين تسرعوا وأعلنوا مقاطعة المنتج في إسرائيل، فهذه وزيرة الاقتصاد توثق نفسها وهي ترمي علبة البوظة قائلة: لا أنتم ولا منتجاتكم تديرون لنا طريقة اتخاذ القرارات. كما توالت ردود الأفعال الغاضبة أيضا، رغم أن الشركة لم تعلن مقاطعتها لإسرائيل بل رفضت بيع منتجاتها في المستوطنات، وهذا ما رفضه صاحب المصنع المنتج للشركة في مدينة تل أبيب، وهو ما اضطر الشركة أيضا لإعلانها عدم تجديد عقدها مع انتهاء التعاقد الحالي العام المقبل. وبدأ أن الرد على مقاطعة شركة البوظة واجب للسياسيين، فقد تطرق لذلك الرئيس الإسرائيلي حديث العهد يتحك هيرتسوغ. خرم نجد إسرائيل وسوغ خداش شل ترور كلي خداش بمعفاك بترور ترور منسى لفقوا بإزرخي إسرائيل وبكلكلتا. ولم يفوت هذه الفرصة أيضا رئيس الحكومة نفتالي بنت الذي هدد الشركة الأم المالكة بأنها ستواجه عواقب قانونية واقتصادية. وكذلك فعل وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد. أخلطة شل بن أند جيريز كنيعة مبيشة لأنتيشميوت لبي دي إس لكل ما شرع بسياخ أنتي إسرائيلي وأنتي يهودي، ونحن لا نشتوك لهم. مقابل هذا الغضب الإسرائيلي
قوبل القرار بترحيب على الصعيد الفلسطيني، فهذا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي يرحب بالقرار على طريقته في حسابه في الفيسبوك الذي تناقله النشطاء الفلسطينيون الداعمون، كما يبدو أن الكثير من المواطنين العرب حذوا حذوه وأقبلوا على شراء البوضة. المظبوط، لقينا إقبال قبل 4 أيام، صار الناس مقبل على البوظة بشكل مش طبيعي بسبب لها المقاطعة طبعا، وإحنا لازم يكون لنا الدور أنه نساعد الشركة بما أنه هي قاطعت المستوطنات وقاطعت أصنافها تحطها بالمستوطنات، فإحنا لازم يكون لنا دور كبير أنه نساعد بترويج بضايعها للبن أنجري. وعودة إلى العواقب الاقتصادية والسياسية، تمارس الآن إسرائيل بكل طاقتها ضغوطات على سياسيين في أمريكا بهدف أخذ خطوات عقابية بحق الشركة. أما هرولة السياسيين الإسرائيليين لمقاطعة المنتج فيبدو أنهم وقعوا في الفخ، فالشركة في تل أبيب يعمل فيها 160 موظفا ومقاطعتها ستؤدي إلى بطالة هؤلاء العمال، ورغم وعيهم للأمر لم يتراجعوا عن منشوراتهم التحريضية. كما تدرس جهات إسرائيلية إمكانية استمرار ترويج المنتج في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية من خلال ثغرة في القانون الأمريكي، والتي تشير إلى أن امتناع شركة ما عن بيع منتجاتها في أي منطقة يعني تنازلها عن رمزها وحقوقها. تتهم إسرائيل حركة المقاطعة BDS أنها من تقف خلف هذا القرار، وقد أقرت إسرائيل تجريم عمل النشطاء من هذه الحركة التي نجحت بشكل منقطع النظير في الكسب في مئات المعارك أمام إسرائيل في الميادين السياسية، فهذه القوى الناعمة التي تعجز إسرائيل أمامها. وحول هذا الموضوع ينضم إلي نبيل أرملي وهو صحفي وخبير اقتصادي. أهلا بك نبيل. أولا، كيف تقرأ هذه الخطوة على الصعيد السياسي؟ مساء الخير مريم. الضجة التي أحدثتها التي أحدثها قرار شركة بن أند جيريز لمقاطعة أو لمنع ترويج هذا المنتج في المستوطنات قوبل طبعا بعاصفة أو برد فعل جدا جدا غاضب من الحكومة الإسرائيلية ومن السياسات ومن القيادات الإسرائيلية قاطبة، يعني من رئيس الدولة حتى أصغر عضو كنيسة. الآن أعتقد أن هذه الضجة وهذا يعني الخوف المقل من هذه الخطوة ليس بسبب البوضة، يعني نهاية المطاف بين إنجلس تبيع بوضة وهناك الكثير من أنواع البوضة في السوق. المشكلة ليست في على حبة بوضة كما يقولون، إنما هي أعمق من ذلك. هناك خطأ، هناك قلق إسرائيلي كبير جدا من أن من قيام شركة أمريكية يعني عندها تاريخ جدا طويل كبراند معروف في كل أنحاء العالم. هناك الشركة بالمناسبة يعني بين أنجارز هي على اسم مؤسسيها الاثنين، وهما يهوديان في الأصل. تحدث عن شركة اللي أقامها مبادرة يهوديان في السبعينات وتحولت إلى يعني شركة عالمية. الخوف أن تكون هذه سابقة وأن يتحول قرار الشركة إلى عاصفة تنضم إليها فيما بعد شركات أخرى أمريكية أو غير أمريكية لمقاطعة أو للدعوة لمقاطعة المستوطنات في إسرائيل، وهذا نجاح يعني لا يمكن التقليل به لحركة BDS وللحركات المناهضة للاحتلال التي نجحت في إقناع هذه الشركة بتغيير سياستها وبفرض شروط جديدة على على الاقتصاد الإسرائيلي. هذا على الصعيد السياسي. على الصعيد الاقتصادي، هل فعلا تتضرر إسرائيل من مقاطعات الشركات لها؟ هي ليست الشركة الأولى في أوروبا، هناك شركات قاطعت وهناك شركات يعني وقفت التعامل مع إسرائيل، هناك قوانين أيضا سنت. هل اقتصاديا إسرائيل أو المستوطنات تتضرر من هذه الخطوات؟ على المدى الفوري الضرر سيكون قليل جدا، يعني نتحدث عن مرة أخرى عن منتج واحد وعن أضرار اقتصادية محدودة. حتى المصنع الذي ينتج البوضة لن يغلق على الأغلب، لأن المنع هو ضد ترويج منتجاته في المستوطنات أو في أراضي الفلسطينية وليس ببيعها في إسرائيل. الشركة بن أند جيريز تطلب من
من المنتج الإسرائيلي أو من صاحب الامتياز في إسرائيل بعدم البيع في المناطق الفلسطينية والاكتفاء فقط في حدود دولة إسرائيل، يعني كما هي ترى ذلك. الضرر الاقتصادي المباشر لن يكون هو الضرر الكبير، ولكن مرة أخرى نتحدث هنا عن الخوف من العواقب لهذه الحملة. الشركات الأوروبية التي كانت تقاطع إسرائيل أو كانت تمنع استيراد البضائع من المستوطنات كانت شركات في مجال النبيذ مثلاً أو في مجالات يعني في منتجات بسيطة، قررت عدم استيراد منتجات المستوطنات إلى أوروبا. نتحدث الآن عن شيء آخر، ونتحدث بالمناسبة عن شركة هي شركة تابعة لشركة أكبر، هي شركة يونيليفر، وهي شركة عملاقة في جميع أنحاء العالم تروج مئات المنتجات الأساسية التي تدخل إلى كل بيت تقريبا. وهذه الشركة شركة يونيليفر لم تطلب أو لم تفرض على الشركة التابعة لها بأن تلغي هذا القرار، وهذا الأمر أيضا خطير جدا. فبالتالي الخوف هو من العواقب التي قد تنشأ بسبب هذه الخطوة. مفارقة يعني مضحكة إلى حد ما، هناك أصوات تطالب بمقاطعة منتجات يونيليفر بشكل عام، ومنتجات وطبعا مقاطعة أيضا بين انجاري في السوق الإسرائيلي، يعني مطالبات بدعم منتجات أخرى، وهناك تشجيع لاستهلاك البوضة البديلة وهي مثلا بوضة شتراوس. والمفارقة أن بوضة شتراوس أيضا تتبع ليونيليفر، يعني نفس الشركة الأم، فعمليا يعني تقاطع بين انجاريز وتشتري من شتراوس، والشركتان تتبعان لنفس المالك. الخطر الكبير بريان هو في ترجمة هذه الخطوة إلى خطوات أخرى لشركات أخرى قد تفرض أو تطلب من إسرائيل أو من أصحاب الامتياز في إسرائيل بعدم التسويق في منطقة المستوطنات لنزع الشرعية عن المستوطنات وعن عمليا لتطبيق القانون الدولي. يعني أصلا المستوطنات وترويج المنتجات في المستوطنات هو خرق القانون الدولي، وهذه الشركات تحاول أن تفرض بضغط بسبب الضغط الذي. طب ما هذه الصور التي رأيناها في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تشجيع شراء البوضة من قبل يعني شخصيات مثل أيالة شاكيد وتشجيع يعني البوضة في إسرائيل؟ يعني هي تحاول عمليا تشجيع الناس على شراء منتجات منافسة للبنجيريز، وليس يعني كأنه يعني نحن نقول لبنجيريز تصفيقوا احنا في عنا بدائل، ولكن كما ذكرت يعني حتى البدائل تتبع لنفس الشركة الأم شركة يونيليفر، فبالتالي يعني المستفيدة في هذه الحالة هي يعني المستفيد هو واحد. نعم. يعني حركة المقاطعة هنا حركة البي دي اس نجحت في دق أول مسمار حسب رأيي في يعني منظومة نزع الشرعية الاقتصادية على الأقل عن المستوطنات وعن حركة الاستيطان، وهذا بحد ذاته إنجاز. نعم، وهي أيضا مقولة سياسية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. شكرا لك نبيل أرملي، صحفي وخبير اقتصادي، شكرا لك. يواصل 14 أسيرا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، هذا ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا. حول هذا الموضوع ينضم إلي هاتفيا قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك سيد قدري. أولا كيف حال الأسرى من الناحية الصحية؟ أهلا وسهلا أخت مريم، ومساء الخير لكم الجميع. زي ما ذكرتوا تقريبا 14 أسير مضرب عن الطعام، اليوم بالذات تم نقل جزء كبير منهم وتوزيعهم إلى باقي السجون كإجراء عقابي وفي العزل. احنا من بداية يعني قبل رمضان الأيام العيد وبعد العيد، اليوم محامين ومحامي الهيئة قدموا طلب بزيارة الأسرى، لكن حتى الآن رافضة إسرائيل زيارة أي من هؤلاء الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. نعم. حالتهم طبعا بعد الأسبوعين بتبدأ تسوء يعني، لكن فيش حالة خطرة فيهم. لكن بعد عزلهم اليوم في أنباء عن أنهم بلغوا إدارة السجون أنهم راح يبدأوا رد على هذا الإجراء العقابي، يبدأوا في عدم
تناول الملح والماء. فإذا امتنعوا عن هذه المسألتين بيكون وضعهم بسوء أكثر وأكثر وممكن عرضهم للخطر. نعم سيد قدري، تاريخ الحركة الأسيرة على مدار 50 عام مليء بالإضرابات الجماعية والفردية، ومنها أيضا يمكن أن يسجل إنجازات ونضالات عديدة. كيف تقرأ هذه الخطوة لهؤلاء الأسرى؟ طبعا فيش شيء أمامهم بديل، معروف الإضراب عن الطعام هو آخر خطوة ممكن يلجأ إلى أي أسير، لأنه هذه بتشكل خطر على حياته. هلا لما بيبدأوا الإضراب بيكونوا يعني اختبروا شغلات ثانية، وأغلب الأسرى هؤلاء المضربين عن الطعام هم ممن تم حكم إداري من فوق، يعني جدد لهم أكثر من مرة. ما في وسيلة أخرى إلا وسيلة الإضراب المفتوح عن الطعام. والحركة الأسيرة زي ما ذكرته هي مليئة بالتجارب والنضالات وإلى آخره، وحققوا كل الإنجازات داخل السجون من خلال هذه المرحلة النضالية والمراحل النضالية المتعاقبة عبر السجون، سواء كان بالإضراب عن المفتوح عن الطعام أو بوسائل أخرى. يعني في عندهم وسائل أخرى، الامتناع عن الخروج الفوري، الامتناع عن زيارة الأهل، كان في كثير وسائل أخرى بيتبعوها. لكن الحركة الأسيرة بظل عندها مخزون كبير من الإمكانيات أنه تناضل لتحسين أوضاعهم وشروط حياتهم. نعم يعني ونحن نرى دوما هذه النضالات، ولكن برأيك سيد قدري ماذا تمثل سياسة الاعتقال الإداري بالنسبة لإسرائيل؟ سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة طبعا مش مبررة على الإطلاق، وهي نهج طبعا كان قديم على زمن بريطانيا، وهو غير قانوني وغير نظام، مش موجود أصلا إلا في إسرائيل. يعني انتهى على زمن الانتداب البريطاني، إسرائيل ظلت تطبق فيه حتى قبل سنوات دخلوه على الكنيسة وأقروا سنوا قانون أصبح إسرائيلي في كل العالم، مش موجود إلا عنا بفلسطين. وهذا العقوب اللي بفرضوها على أسير فيش عنده اعتراف، فيش عنده لائحة اتهام حتى عنده، ما في إدمه، وإنما هي للابتزاز وال يعني الضغط على الأسرى الفلسطينيين. في السجون حاليا اكثر من 450 اسير ما زالوا طبعا مضربين عن الطعام، ما زالوا طبعا محكومين اداري، زاد قبل الفتره كان عددهم 400 وشويه، حاليا زاد عن ال 550. نعم هي فعلا انتهاك ايضا لابسط الحقوق، يعني معرفه التهمه او معرفه يعني تقديم لائحه اتهام. طيب ما رايك هذه المره سيد قدري بان الاضراب يعني اضراب جماعي وليس اضراب فردي، ما اهميه ان يكون هذا الاضراب جماعي بتقديرك؟ طبعا الاضرابات الجماعيه لها ثقل اكثر بيكون وتاثير اكثر على اداره السجون، وبيكون هناك في دعم واسناد اكبر خارج السجون. احنا بنحكي يعتبر هذا، حتى هذا الاضراب ال 14 يعتبر اضراب فردي، اذا ما قارنا العدد 450 اسير. يعني في السابق كان الاضرابات تكون تشمل مئات الاسرى، سجن بالكامل او سجون، لكن حاليا امكانياتهم، لكن هذه ظروفهم. احنا بكل الأحوال مع الأسرى بأي طريقة بيتخذوها خطواتهم، إحنا داعمين لها باستمرار. نعم يعني هذا سؤالي التالي أستاذ قدري، ما هي أهمية هذه النضالات في القضية عموما؟ هذه بتحيي قضية الأسرى وتبرزها بتظل على للوجه يعني أمام العالم، وبتبرز صلف الاحتلال و عدم تعاطي مع المطالب الحقوقيه اللي يعني ما فيش نقاش فيها. يعني هذه مساله مهمه جدا، ولما بنتحدث مع المؤسسات والدول والى اخره بيكون في نماذج حيه امامنا بالاضراب وبسوء المعامله اللي بتلقوها اصلا.
ما أهمية يعني نشر هذه القضية دوليا أستاذ قدري، خاصة أنها فعلا تنتهك حقوق أساسية للإنسان وليس فقط للأسير؟ طبعا حقوق الإنسان كل المنظمات الدولية احنا بنناشد وبنطلعهم على أوضاع الأسرى بشكل تفصيلي، لكن إسرائيل كما نعلم هي دولة خارج عن القانون، ومسألة احنا بنناشد العالم كله طبعا بكفي شجب واستنكار. إسرائيل بدها ضغط من الدول، بدها اعتراف بالحقوق الفلسطينية، بدها عقوبات تفرض على إسرائيل من أجل لجمها ومن أجل وضع حد لسياساتها القمعية. شكرا لك سيد قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا لك. شارك عدد من القياديين والناشطين السياسيين في مهرجان التحدي والصمود 11 على أرض قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والتي تواجه التهجير والاقتلاع، وقد تعرضت العراقيب للهدم للمرة 90% على التوالي منذ العام 2000 آخرها يوم 7 تموز الجاري. بمشاركة حاشدة لقياديين وناشطين من الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل ومتضامنين يهود، انطلق مهرجان التحدي والصمود 11 على أرض قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف التي تواجه مخططات التهجير والاقتلاع وتسطر ملحمة إسطورية من الصمود والنضال وإعادة البناء بعد تعرضها للهدم للمرة 90%. رسالتي الخاصة لأهل الحق وأهل الملك وأهل البيوت، للنساء والرجال، إن أصمدوا على أرضكم مهما هدموا البيوت، أنا عندي قناعة لم يهدموا أرادتكم ولا يهدموا كرامتكم. العراقيب هي الرمز الذي ينبغي علينا أن نحتذي به جميعا، رمز في الثبات في الصمود على الأرض. بدون هذه الرمزية ستضيع أرضنا في كل البلاد، فنحن بحاجة إلى هذا المثال نحتذي به على طول الطريق. وقد نظمت المهرجان اللجنة الشعبية في قرية العراقيب بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وحمل المهرجان اسم مطالبنا شرعية اعتراف وملكية، حيث أكد الجميع أن العراقيب التي تمثل رمزا عالميا في النضال يجب أن تكون أيضا انموذجا لكافة القرى مسلوبة الاعتراف في وقفتها المشرفة أمام جرافات الهدم والترحيل. العراقيب هي مدرسة في الصمود، مدرسة في الهوية. 11 عام تهدم العراقيب، هدمت 190 مرة، تعاقبت عليها 8 حكومات وما زالت صامدة، 8 حكومات بما في ذلك الحكومة الأخيرة كلها ساهمت في الهدم، وهذا النموذج هو نموذج للصمود، نموذج لفلسطين كلها، وهذا نموذج أيضا للوحدة الوطنية بين الجليل والمثلث والنقب والساحل والكرمل. العراقيب بالنسبة لي هي مدرسة، هي امتداد، هي الصمود، هي الانتماء، هي روح البعث، بعث الحياة بعد أن تدمرت، وهي تعود وتحيا وتقوم وتنشأ من جديد، هي الحياة المستمرة، هي الرغبة في الاستمرار. انتهى المهرجان بفقرة فنية وفيلم الصمود، والذي تم من خلاله التأكيد على نقل الراية إلى الجيل الشاب، والرسم بالرمال لصورة شيخ العراقيب يرفع شارة النصر على أنغام الفنان اليفاوي عادل مسيس، واختتم بالنشيد الوطني الفلسطيني موطني. موطني موطني فعلا مدرسة في الصمود. وحول هذا الموضوع ينضم إلي سيد عزيز صياح التوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب. أهلا بك أستاذ عزيز ويعطيك ألف عافية على المؤتمر. أولا دعنا نتحدث عن نتائج هذه المؤتمر، ما هي أهم النتائج التي جاءت فيه؟ كانت البهجة العارمة لدى الأهالي الذين غادروا قرية العراقيب والأهالي الموجودين في قرية العراقيب، حينما احتضن منهم الواحد الآخر، وهذا العز وهذا العنفوان وهذا الطفل الذي ولد في سنة 2010 أو 2011 ويرى الكم الهائل
والعروض الفنية والعراقيب والعزة والعلبة، هذه الشحنة من الصمود، هذه الشحنة من شحن الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في الاستمرارية، هذا كان واضح وضوح الشمس من خلال هذا المهرجان. نعم، يعني الصمود في قرية العراقيب هو صمود أسطوري، فعلا مدرسة في الصمود. ما هي أهمية هذا الصمود وهذه المواجهة وهذا النضال اليومي على صعيد البلدات العربية وعلى صعيد المجتمع العربي ككل؟ نحن نقولها كلمة واحدة لا غير، من كان يؤمن بحقه فلن يتزحزح منه. نحن على يقين تام أن هذه الأرض ملك خالص لله وهي حقنا في ملك الله. أنا شخصيا ولدت في هذه الأرض وترعرعت في هذه الأرض وتزوجت في هذه الأرض وأنجبت أطفالا في هذه الأرض، أيا كانت وأي أي حكومة كانت لن تستطيع أن تزحزح هذا الإيمان الراسخ داخلي أن هذه الأرض أرض دولة أو أرض غيرها. لو يهدم العراقيب 200 مرة 300 مرة هذه الأرض لنا إن شاء الله سنستمر في النضال. وكما قالها رئيس لجنة المتابعة، تعاقبت 8 حكومات وبقيت العراقيب، إن شاء الله رب العالمين ستبقى، لأن عزيمة الأطفال أهم بذرة نزرعها في الأطفال في الجيل الصاعد في الشباب، هذا كان بارز جدا من خلال عملية الخياطة. إذا تتبعتم الفن عن طريق الخياطة، كل طفل قص قصته، كل شاب قص قصته من خلال الخياطة والرسومات ومن خلال هذا العرض المسرحي للفنانين. ما أهمية نقل القصة للأطفال أستاذ عزيز؟ يعني أنت تتحدث عن جيل جديد، جيل جديد من التحدي وجيل جديد من الصمود، ما أهمية يعني تمرير هذه الرسالة إلى الأطفال؟ أهميتهم أنهم لازم يتأقلموا مع الوضع الموجود، لازم يتأقلموا مع الوضع الموجود ولا ينجروا إلى هذا الجدل القائم أننا لن نستطيع، أن الحكومة أقوى منا. لا، نحن قالوها وسنقولها، حقنا أقوى من أي قوة في العالم، حقنا بالعيش الكريم أقوى. أما أن ننجر وأن نبيع أرضنا أو نتنازل عنها تحت أي ضغوطات فسيكتب التاريخ أننا تنازلنا عن شيء من داخلنا، شيء منا، وهذا لن يكون. الشباب البارح، فرحة الشباب ونشوة الشباب البارح من خلال ركوبهم الخيل والعروض المسرحية وكل هذا يأتيهم العزيمة بأن يحملوا الراية بقوة وجدية ويستمروا في نضال في قرية العراقيب رغم كل الصعوبات ورغم كل الضغوطات ورغم الهدم المستمر للأهالي في قرية العراقيب. أستاذ عزيز، هل من خطوات يعني قادمة ستقومون بها ربما قضائية أو سياسية لمنع محاولات الهدم المتكررة؟ نحن كنا وحاولنا وقد جلسنا مع عمير بيرت في الحكومة السابقة، وحينما جلست في مكتب عمير بيرت قال لي أنك تطلب أضعف الإيمان، لأن القضية المركزية قضية الملكية هي موجودة في أروقة المحاكم الإسرائيلية، في أروقة محكمة بئر السبع، والمحامي ميخائيل سفرد، والقضية تتداول هناك. لماذا لا يوقف هذا؟ ما قلته للوزير، لماذا لا توقف هذا الإجرام؟ لماذا لا توقف هذا العنف؟ أنتم تتحدثون عن العنف، كيف لذلك الطفل الصغير ولذلك الشاب حينما يرى هذا الجندي يقوم بتمزيق أو تمزيع أو جر البيت أو ارجعنا إلى مخيلاتنا أيام الحكم العسكري حينما كنا نسمع من كبار السن كيف كانوا يربطون البيوت إلى الكمنكر العسكري؟ اليوم نرى أن هذا المفتش دائرة أراضي إسرائيل يربط خيمتنا وبيتنا إلى التندر الدفع الرباعي 4x4 ويقوم بجره. ووافق الوزير، لكننا نعيش في دولة ثانية، نعيش في منطقة ثانية، بئر السبع ومنطقة بئر السبع كلها ظلم وفساد. إن شاء الله سيتضح الأمر ونحصل على حقوقنا، لن نتنازل، هذا هو مطلبنا. لقديش بتحس أنه في فصل عنصري فعلا موجود وبارز بالنقب بينك وبين السكان اليهود؟
كثير 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 جدا كثير جدا التمييز والعنصرية من خلال السلطة، ليس من خلال الشعب، من خلال السلطة. السلطة عنصرية في النقب جدا جدا يا أخ. تخيلي في كل العالم، كل العالم إذا كنت تريد أن تبني مصنع تتوجه إلى وزارة الصناعة، إن كان عندك مشروع سياحي تتوجه إلى وزارة السياحة، إلا إلى وزارة السياحة. إذا كان عندك أي مشاريع تتوجه إلى وزارة. أما في النقب فيجب عليك أن تتوجه فقط وفقط إلى من هال بكركعية إسرائيل أو مسؤولية دائرة أراضي إسرائيل عن البدو، دائرة أراضي إسرائيل أو دائرة البدو، توطين البدو، سلطة توطين يعني البدو. حتى في المغرض بها، حتى في المغرض الميزانيات من هذا من خلالهم تأتي، كل ميزانياتهم تأتي من خلال هذه السلطة. نعم. طيب هناك خطة حكومية يعني كما يقال بالاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف، ما رأيك في هذا؟ هل تراه قد يتحقق في الفترة المقبلة؟ سمعنا الكثير، وإن كانت هنالك جدية لدى هذه الحكومة فلتوقف الهدم أولا. لا يعقل، تخيلي أختي الكذبة الكبرى، تخيلي أننا موجودين تحت وزارة الرفاه الاجتماعي. تحت وزارة الرفاه، الرفاه الاجتماعي يعني تحسين الظروف الحياتية، الرفاه الاجتماعي معناها الراحة، معناها الإطمئنان، معناها السكينة، لكنهم لم يدعونا في هذه الحالات، بل زادت وتيرة الهدم وزادت كيفية الهدم وزادت كل هذا الإجرام زاد. فليوقفوا هذا الهدم وليفتحوا حوارات مع أصحاب الحق. نعم. أنتم مدرسة في الصمود، وتحية لصمودك أستاذ عزيز صياح التوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، شكرا لك. أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية اليوم الأحد أن العام الدراسي المقبل سيفتتح كالمعتاد من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. قالت وزارة الصحة اليوم إن القرار جاء وفق الاتفاق بين وزارة التعليم وزيرة التعليم دكتورة يفعت شاشبيتون والمدير العام للوزارة إيغال سلوبيك مع وزارة الصحة. مرة أخرى ترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لتتخطى 1000 إصابة يوميا، من بينها قرابة 90 حالة خطيرة. هذه المعطيات تأتي بالتزامن مع إدراج كل من تركيا وقبرص وجورجيا كدول يمنع السفر إليها، بعد أن كانت سببا رئيسيا بتزايد الحالة الوبائية. لكن رئيس الحكومة الجديد نفتالي بنت يحافظ على التفاؤل، ويصرح خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بأن لا إغلاقات قريبة. هبام نحن متكشين لشمور على البرنسة، على الكلكلة، على الخنوخ وعلى خيروت של אזרחי ישראל، ואת זה דרך עטיית המסכות، דרך שמירה הדוקה על המבוגרים והפגיעים، ודרך התחסנות. يقول الخبراء إن سماء البلاد المفتوحة هي سبب أساسي لهذا الارتفاع بأعداد الإصابات، ما قد يعيد إمكانية إغلاق رابع في مركز مداولة الحكومة، وكل ذلك بالتزامن مع التجهيزات لافتتاح جهاز التعليم الذي سيدفع ثمن أي خطوة غير مدروسة من قبل الحكومة. القفزة اللي كانت في عدد الإصابات أو الارتفاع في نسبة المصابين في الكورونا هي بسبب المطار بن غوريون. الشغلة هاي احنا كنا عارفين إن راح تجيبنا لهون، جبتنا على السريع كمان لهنا. الرجوع من الدول الحمراء اللي أعلنت على دولة إسرائيل، عدم الحفاظ على الحجر المنزلي، اطلوع للأعراس، اطلوع للبيوت، عدم الالتزام، كل هالأشياء جبتنا للوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم. حاليا احنا في وضعية اللي هي ثابتة، مع انه في ارتفاع بس احنا بوضعية ثابتة ممكن قابلة للتغيير الى الأفضل. عدم الرجوع للمدارس هي واردة جدا في نظري كأب لشباب تتعلم في المرحلة هاي، هي كارثية. الأولاد ما تعلمت سنتين وإحنا فايتين على السنة الثالثة بدون تعليم، والشغلة واردة جدا إذا كان مستوى المرض في آخر ثمانية هو مستوى عالي جدا وبالألاف،
وأعداد المتنفسين أو تنفس الصناعي في المستشفيات رجعنا زي ما كنا عليه بأول، إحنا رايحين نكون المشكلة. هاي أول جهة. الجهة الثانية، إحنا اليوم الناشد أولاد 12 ل16 سنة طعموا، ونسبة التطعيم في الوسط العربي ما وصلتش 2% مقابل 8 ل10% في الوسط اليهودي. لا يعني أن الوسط اليهودي وضعه أفضل منا، ولكن فرقية 10% بنسبتنا في الدولة هي فرقية جدا عالية. فأنا بناشد الأهل، بدكم تفتحوا المدارس، بدكم أولادكم ترجع، مجبورين نطعم الأولاد الكبار اللي هي من 12 ل16 سنة أساس نقدر نفتح المدارس أخرى مرة. الكورونا كما اعتدنا عليها تثير الفوضى في كل مناحي الحياة، وبين تعليمات غير ثابتة ودعوات لتلقي التطعيم تحاول الحكومة التعامل بحذر بغية عدم الوصول إلى الأول من أيلول سبتمبر المقبل دون خطة واضحة. حكومة جديدة ومشاكل قديمة، وحول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور زاهي سعيد المتحدث من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية للمجتمع العربي وعبر تقنية الزوم. دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أهلا بكما معي. دعنا نبدأ من قرار افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد والنقاش بين يفعت شاشة بيتون الحاد وبين نحمن إيش الذي كان مركز أو الذي لازال مركز كورونا. ما هو النقاش ولماذا يعني الوزيرة لا تأبه بمتطلبات وزارة الصحة؟ تعال نقول لا، تعال نقول القرار تبع وزارة الصحة الأخير راح يكون افتتاح السنة الدراسية بشكل مليان. كيف راح نفتتحها من هون لواحد تسعة؟ أفكر إنه الوقت بيحكي، بس إحنا هدفنا نفتتح المدرسة بدون زوم، بدون كبسولات، بدون إشي، نفتح المدرسة بشكل مليان. هذا هدفنا كوزارة الصحة. فيش نقاش، النقاش راح يكون مش نقاش، يعني بدنا نشوف كيف الطريقة اللي أضبط طريقة نفتتح المدرسة بدون ما نخاطر في الأولاد وفي أهاليهن ونعمل انتشار المرض. يعني إحنا كوزارة صحة بدنا افتتاح المدرسة بشكل مليان بشكل تام من دون ما نخاطر بصحة ولا طالب ولا أهل ولا طالب. بنفع؟ بنفع كيف؟ عشان هيك ما هو إحنا لازم نشوف الأرقام لوقتها وانتشار المرض لوقتها كيف، المناطق الحمراء. يعني إسا الخراف أنا حسب رأيي إسا كتير بكير على الموضوع. الهدف تبعنا مشترك، إنه دائما إحنا قلنا إنه تسكير المدارس تسكير الدولة هو بجيب مشاكل صحية واقتصادية ومن كل النواحي، وإحنا كوزارة صحة وكجهاز صحي بدنا إنه الطلاب يرجعوا على المدارس بشكل مليان. عشان هيك إذا كيف بنعملها، التطعيم هو السلاح تبعنا اللي نخلي المدارس تفتح ونخلي الدولة كلها تفتح بشكل مليان. نطعم كل واحد مش متطعم فوق ال 12 وفوق يطعم. هاي الطريقة أثبت طريقة وأصح طريقة نفتح المدارس ونفتح الدولة كلها ونخليها مفتوحة بشكل مليان. نعم دكتور شرف، يمكن قرأت مقترح وزارة التربية والتعليم اللي نشر منذ ساعات، ولتقريبا يعني تريد الوزيرة فتح جهاز التعليم يعني مع بعض التعديلات بشكل كامل. أول ما رأيك في هذه الخطوة؟ بداية نتمنى فعلا أن يفتتح العام الدراسي الجديد بشكل كامل، ولكن كما يبدو المعطيات انتشار المرض وسرعة الانتشار يعني مقلقة جدا، وبرأيي من السابق لأوان وضع مخطط واحد. يعني يجب استعداد لجميع السيناريوهات ومنع خسائر التي للطلاب كما حدث في العام الماضي والعام الذي سبقه. يعني الخسائر كانت فادحة جدا في مجال التربية والتعليم، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تكون جاهزة لكل الإمكانيات. يعني أن تذهب وزارة التربية والتعليم فقط حسب مخطط واحد برأيي هذا خطأ، هذا أولا. الأمر الثاني من الخطأ برأيي أيضا عدم اتباع التعليم بمجموعات صغيرة بكل الحالات، يعني ليس فقط بسبب انتشار المرض ومن أجل التقليل في المخاطرة، إنما أيضا بسبب التقليل من الخسائر التعليمية. يعني التعليم في مجموعات صغيرة قد يكون له فائدة كبيرة من ناحية تعليمية، هذا إلى جانب اعتبار خطوة وقائية من انتشار المرض. وبرأيي كان من الخطأ عدم اتباع هذا النموذج في العام المقبل، بالذات أنه الطلاب بشكل عام خسروا الكثير في السنتين السابقات، ومتوقع أن تكون سنة مليئة بعدم اليقين. يعني حتى اليوم لا نعرف ماذا سيجري، ولكن يعني إفعاد شاشة بيتون الوزيرة تقول أن لديها مقترح، المقترح يعني ملائم للطلاب وأنها ستفعل ما بوسعها كي لا يتم إغلاق المدارس. هي
يعني نحن أيضا لا نريد إغلاق المدارس، ونحن أيضا نعتقد أن التعلم من بعد له سلبيات كثيرة ودفع طلابنا ثمن كبير، ليس فقط من ناحية تعليمية، وقلنا ذلك كل الوقت يعني. صحيح. لذلك يجب أن يكون التركيز على التعلم من المدارس، ولكن اتباع نماذج ملائمة لواقع المرض. لذلك يعني المقترح بأن يكون هناك تعلم في مجموعات صغيرة حتى بالمدن أو بالبلدات الخضراء كما تسمى، أنا برأيي هذا أفضل من ناحية تعليمية وخطوة وقائية من ناحية إدارة المخاطر في هذه المرحلة. بكل الحالات وزارة التربية والتعليم المخطط الحالي يعني إلى حد معين يعني يقول أننا سنسير حسب العادة، ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب إجراءها، وأنا برأيي هذا غير كافي، ويجب الاستعداد أكثر للوضع المتقلب. نعم. وللتغييرات السريعة التي قد تحدث. نعم، يعني تغييرات سريعة دكتور زاهي، كما رأينا في السنة الماضية يعني متحول جديد يظهر لنا كل شهر، لماذا لا يتم بناء أو تعاون مشترك حقيقي بين وزارة الصحة ووزارة التعليم؟ يعني كل مرة نرى في النشرة نقاش بين وزير الصحة ووزيرة التعليم حول هذا المقترح أو حول البرنامج، لماذا لا يتم ترتيب الأمور هذه؟ لا، في شغل مشترك وفي تعاون. التعاون هو إحنا مش شايفينه، بس من الطواقم من الناحيتين عم بيشتغلوا على افتتاح سنة دراسية بشكل مليان وكامل. طبعا الخراف، احنا اذا باجي بقول لك اسا انا بقدر اعطيك الطريق المزبوطه بكون بكذب عليك، لانه عندنا تجربه سنه، يعني عندنا شفنا سنه وشفنا كيف الفيروس ممكن يتطور. الاتجاه تبعنا افتتاح المدرسه بشكل مليان، تعال نقول هاي التوجه تبعنا احنا كوزاره صحه وكوزاره معارف. بهاي النقطه في بناتنا احنا اثنيناتنا متفقين على النقطه هاي. اسا كيف بدنا نعمل الشغله هاي، وكيف راح تكون الارقام، وكيف راح يكون باي مدن راح تكون مدن حمراء واي مدن مش راح يكون، يعني الهدف هو الأساسي إنه نفتح المدرسة بشكل مليان. كيف الطريقة؟ أنا حسب رأيي كثير بكير، يعني كثير مهم إنه يكون في اتفاق بشكل عام على أي طريقة، مناطق حمراء شو نعمل فيها، مناطق اللي مش حمراء كيف نفتحها، مناطق الصفراء يعني لازم يكون الاتفاق هنا اتفاق من ناحية مبدئية كيف بدنا نفتح المدرسة، والاتجاه هو الاتجاه هو نفتح كل الصفوف ونخلي التعليم يكون مليان. طبعا في الطفره الهنديه فرجتنا انه في كثير مفاجات، واللي بيقدر بيجي يقول لك كل طبيب انه بيقدر يعرف شو في بواحد تسعة تصدقوش، ما حداش بيعرف شو راح يكون في بواحد تسعة او اسبوع قبل واحد تسعة. عشان هيك المبادئ لازم احنا نحضرها، وبواحد تسعة قبل اسبوع اسبوعين طبعا نعطي التعليمات الكامله، قبل هيك مش راح يكون في مجال نعطي تعليمات واضحه. صحيح. طب بدي ارجع معك دكتور شرف للتعليم، يعني للاغلاق والحجر الصحي اللي سببه يعني ارتفاع بنسبه 44% بخطر الانتحار و25% من الاعتداءات الجنسيه، يعني ماذا نعلم عن هذه النسب في المجتمع العربي وفي المدارس العربيه؟ هاي نسب بشكل عام اصدرتها وزاره التعليم وزاره التعليم. نسب الوضع في الوسط العربي كان اصعب من الوضع في الوسط اليهودي حسب كل المؤشرات، يعني بالانقطاع عن التعلم عن بعد قسم كبير من الطلاب، اكثر من نصف الطلاب كانوا منقطعين كليا عن عالم المدرسه، ونحن نعرف ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي في مجتمعنا هو اخطر واصعب من الوضع بشكل عام في الدوله، يعني نسبه الفقر عندنا هي يعني عاليه مرتفعه جدا، نسبه الاطفال في وضع اجتماعي اقتصادي صعب ايضا تقريبا نحكي عن ثلثين الطلاب العرب، ولذلك يعني المخاطر من الانقطاع عن التعلم او عن المدارس والمؤسسات التربويه أو حصر التعلم أو حصر دور المدرسة فقط في الناحية التمرير المادي، برأيي هذا خطأ أو هذا أمر أشرنا له في السابق أيضا، يعني إذا بترجع على التسجيلات قبل سنة بالضبط شو كنا نحكي بالضبط، كنا نحذر من هذا الأمر وكنا نقول أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تتبنى نموذج يدمج أو يحاول قدر الإمكان الوصول إلى الطالب وتلبية معظم احتياجاته رغم صعوبة الموقف، إن كان في التعلم في مجموعات صغيرة أو بشكل جزئي، ولكن الاتصال ما بين الطالب والمدرسة هذا كان المفروض أن يكون جزء أساسي، وقد حذرنا من ذلك وقلنا من ذلك. لذلك التوقع أن يكون الوضع في مجتمعنا أخطر، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعطي إجابات يعني وتعطي حلول لهذا الوضع الخطير بالذات عند الطلاب الذين كانوا منقطعين عن المدارس في هذه
الفترة، واحنا بنعرف انه كلنا بنعرف اليوم الوزارة بتعترف ايضا انه النسبة في المجتمع العربي هي نسبة كبيرة جدا. لذلك الخطط المستقبلية لوزارة التربية والتعليم، يعني كما نطالب نحن كمجتمع عربي، عليها ان تضع اولا قضية تعويض الطلاب الذين كانوا منقطعين عن التعليم والاستثمار بهم من جميع النواحي، تلبية احتياجاتهم وفحص وضعهم وضعهم بشكل كامل. يعني صحيح أن قسم من الطلاب قسم كبير عادوا في الأشهر الأخيرة، ولكن يعني كما نعرف أنه هاي الفترة كانت قصيرة جدا وكان فيها أعياد، وأيضا المدارس الصيفية كانت جزئية جدا في مجتمعنا ولم تصل إلى جميع الطلاب العرب. ونحن أشرنا بشكل خاص إلى خطورة الموقف في النقب وفي القرى غير المعترف بها، يعني هناك نسبة كبيرة جدا من الطلاب حتى لم تعد إلى مقاعد الدراسة حتى في الأشهر الأخيرة. يعني في الأشهر، نعم، يعني صار في تسرب من المدارس بشكل كبير. طب دكتور زاهي، كيف يمكن التعامل مع المتحور الجديد اليوم، يعني مش بس على صعيد المدارس إنما على صعيد المجتمع ككل؟ في شك إنه التحور والطفرات اللي عم تيجي، الطفرة الهندية فرجتنا إنه في إحنا موجودين المشكلة لازم نفكر فيها بشكل جذري ونحلها حل أساسي، والحل الأساسي هو التطعيم. التطعيم هو الحل الوحيد الموجود عندنا في التعامل مع هذا الوباء. بس التطعيم يعني حكوا إنه 60% فقط يحمي من متحور. التطعيم بحمي بشكل ممتاز من الحالات الصعبة. الطفرة الهندية بتحميها أقل من الطفرة البريطانية، حتى لو كان 40%. إحنا عم نشوف إنه الحالات الصعبة، يعني إحنا دائما المقارنة تبعتنا وحكيناها كل شغلية، إنه في عنا تعال نقول حتى 100 حالة صعبة اليوم، لو ما كانش في التطعيم كان في عنا آلاف. هاي هي المقارنة تبعتنا. إسه النقطة المهمة إنه الناس اللي عم بيمرضوا والحالات الصعبة اللي عم نشوفها هن الناس اللي هن بفئات الخطر، واللي هن الكبار في العمر، واللي هن طعموا أول ناس. يعني إحنا بلشنا نطعم الناس اللي هن أخطر ناس بخطر والكبار في العمر. هدول صار لهم ماخذين تطعيم تقريبا نص سنة، وهاي الفئات هي أخطريتها اللي عم تمرض، لأنه المضادات عم تروح وعم تنزل. يعني إحنا لازم نحط الضوء على النقطة الأساسية، إنه عشان هيك عم نفكر تطعيم ثالث. يعني هاي الفئة لازم تدير بالها، الناس اللي هن الكبار في العمر واللي عندهم خلفيات مرضية، واللي هن كمان احنا طعمناهن اول ناس، لازم يديروا بالهن اسا اخطر بكثير، يحسبوا حالهم مش مطعمين، يكونوا مع كمامه تناخذ قرار انه نطعمهم الوجبه الثالثه. هاي الفئه هي الفئه اخطر فئه، اللي هي بخطر، وهي اخطر اللي عندها نسبه العالية من العدوى والحالات الصعبه، لانه مستوى المضادات عم يروح عم ينزل مع الوقت، لانه صار للمطعمين تقريبا نص لفوق. عشان هيك يعني احنا بنقدر نحط تقلنا ونوجه لوين نوجه الناس وكيف نتصرف بشكل مضبوط. وطبعا لما احنا بنطعم الاولاد وبنطعم باقي المجتمع، كل ما احنا بنطعم اخطر، كل ما احنا بنساعد نوصل لمناعه، بنقدرش نقول مناعه القطيع، احنا اليوم احنا بعدنا عنها، اما كل ما واحد بيطعم زياده، كل ما ساعدنا المجتمع كله، كل ما ساعدنا الكبار في العمر. يعني كل واحد هنا مش لازم يكون يطلع بشكل شخصي واناني على حاله، احنا لازم نطلع انه هاي معركه، احنا لازم كنا نساعد مع بعض، كنا نحط ايدنا. اول شيء لما بنطعم بنحمي حالنا، بنحمي بيتنا، بعدين بنحمي المجتمع ونحمي كل الناس اللي حوالينا. عشان هيك لازم التوجه تبعنا يكون تطعيم بعد وكمامه، لما احنا بنحس علامات المرض نفحص حالنا. وطبعا اللي بيجوا بريت البلاد كثير مهم كمان يفحصوا حالهم ويكونوا بحجر تيطلع الجواب. المسؤوليه الشخصيه، برجع بقولها كل مره، المسؤوليه الشخصيه تبعت كل مواطن ومواطن، انه ما يعديش غيره، اذا في علامات مرض يفحص حاله، يطعم، وما نزورش الناس اللي هن الكبار بالعمر واللي هن فئات الخطر، ما نخطرش فيهن، لانه هن هاي الفئه الاكثر فئه معرضه انه تنعدي وتكون بحاله صعبه. طب دكتور شرف، يعني لو سمحت في دقيقه، يعني ماذا عن التطعيم عند الفتيان من جيل 12 ل 18 سنه في المدارس العربيه؟ هل نشهد ازدياد في نسب المتطعمين من هذا الجيل؟ يعني المعطيات الأخيرة اللي طلعت عليها كان في نسبة أقل من الوسط اليهودي، وطبعا لا مبرر لهذا الأمر. يعني وهي فرصة في الدقيقة هاي أتوجه لمجتمعنا، يعني إذا أردنا فعلا أن لا يخسر طلابنا عاما دراسيا إضافيا بعد كل ما خسروه في الفترة السابقة،
علينا أن نأخذ دور فعال في محاربة المرض وفي الحظر، بالذات في هذه الأيام تفصلنا عن العام الدراسي تقريبا شهر. بهذا الشهر المفروض أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل أن نمنع انتشار المرض في مجتمعنا أكثر، بالذات هذه الأيام الكثير يعودون من الناس، يعودون من العطل من خارج البلاد. المفروض أن يكون حجر، المفروض الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة. يعني عندنا شهر كامل بإمكاننا بهذا الشهر فعلا محاصرة المرض إذا اتبعنا التعليمات الأساسية. وخلينا نشوف إنه يعني إذا إحنا لم نقم بذلك يعني إحنا سيدفع طلابنا ثمنا باهظا هذا العام الدراسي المقبل للأسف الشديد. لذلك يعني أنا أوجه نداء حار لكل إنسان في مجتمعنا، لكل أب وأم ولكل إنسان، علينا الحذر، علينا اتباع كامل التعليمات الصحية لمنع انتشار المرض في مجتمعنا، بالذات التجمهرات الكبيرة، بالذات المناسبات، بالذات إحنا بشهر 7 وبشهر 8 يعني في كثير من المناسبات. نعم. وإلا يعني سيكون هناك ثمنا باهظا وعاما إضافيا دراسيا إضافيا قد يخسره طلابنا بعد. نعم. كل ما خسروه في الفترة السابقة. يعني لنحمي على الأقل الطلاب وكبار السن إن كان باستطاعتنا. شكرا لك دكتور دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ودكتور زاهي سعيد المتحدث من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية للمجتمع العربي. شكرا لك. 10 ضحايا جراء حوادث الغرق منذ مطلع الأسبوع الماضي، كان آخرها لرضيع لم يتجاوز عمره السنتين، غرق في أحد الشواطئ الخضيرة غير المرخصة للسباحة. حتى ساعات الفجر استمرت أعمال البحث عن الطفل حسام ابن 10 أعوام بعد أن وجدت جثة والده سامر على بعد أمطار من أحد شواطئ مدينة عكا. مجموعة من الشبان العكيين هم الذين وجدوا الأب وابنه بعد أن تجندوا لمهمة البحث. فاروق الدورة كان أحد هؤلاء الشبان يروي لنا تفاصيل ما حصل. احنا بطبعنا شباب عكا، يعني بدون أي علاقة لشو دينك، لونك، من وين حضرتك، من وين أنت، دائما احنا بهاي المواقف تلاقينا أول ناس، يعني بالذات بطبرية اي شط صار فيه حاله غرق دائما اهل عكا بتلاقيهم اول ناس، دائما اول ناس اللي بطلعوا الغريق. اللي صار في بعكا هذا الحدث انه اب وابنه بتعرف ولا يعني كلنا اعتبرناه ان مننا وفينا اهلنا عيلتنا، فاهم علي؟ فولا حدا من شباب عكا قصر، كلنا انا عندي صفحات على الفيس مثلا نشرت على الصفحات انه بدنا 1 2 3 يجوا يساعدونا، بدنا جبات، بدنا سيارات، بدنا هيك، ولا حدا من عكا قصر. اجينا وصلنا تقريبا من الساعه 12 في اللي كانوا قبلي في اللي اجوا بعدي، ضلينا لحد ما لقوه للولد. 10 ضحايا جراء حوادث الغرق منذ مطلع الأسبوع الماضي فقط، كان آخرها وحتى لحظة إعداد هذا التقرير رضيع لم يتجاوز عمره السنتين، غرق في أحد شواطئ الخضيرة غير المرخصة للسباحة. وهذا ما قاله لنا المنقذ خضر كردي حول سبل الوقاية من الغرق، وأبرزها عدم السباحة بتاتا في الشواطئ غير المرخصة أو التي لا تواجد للمنقذ فيها. في 3 علام، اللي هو العلم الأبيض المسباحة سباحة مسموحة، العلم الأحمر مسموح بس بيكون متقيدين طبعا بالمحل لازم يسبحوا فيه، وعلم أسود اللي هو عالم خطر الممنوع بأي بني آدم فوت على الماء، لازم بني آدم يتقيد بالموجود بالليافتات اللي هناك، ممنوع فوت على البحر، فيش منقذ ما بفوتش على البحر بتاتا. أهم نقطة أنا تعلمتها بحياتي من متسليم، يعني من المنقذين، لما في طيار قوي بس فلت حالك، تسويش ولا إشي، امشي مع الطيار قد راح ياخذك 70-80 متر ماكسيموم، سعد تقاومش، إذا بتقاوم بتتعب، تعبت شربت ماء يعطيك العافية. ما يقارب 40 حالة غرق تسجل كل عام تكون نهايتها مأساوية. تزداد هذه الحالات وللأسف الشديد أثناء فترة الأعياد مع قدوم آلاف الزائرين الفلسطينيين من الضفة الغربية، حيث أن بعضهم يرى البحر ولأول مرة في حياته، ومنهم لا يدرك حجم المخاطر ووجود تيارات مائية أو مغر، وأي الشواطئ مسموحة للسباحة وأيها ممنوع. وهذا ما يحول في بعض الأحيان وللأسف الشديد فرحة العيد إلى حزن وانتكاسة. والآن إلى ما أثار السوشيال ميديا والإعلام العالمي والإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وهو موضوع برنامج التجسس بيجاسوس.
وكان آخر المنشورات حول هذا الموضوع هو طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إسرائيل فحص موضوع التقارير التي نشرت حول برنامج التجسس الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية. أتى هذا الطلب خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت بحسب ما أفادت قناة 12 الإسرائيلية. وفقا للقناة فإن الرئيس الإسرائيلي أو الفرنسي عبر خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية عن استيائه وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد، مشيرة إلى أن بنت وعد ماكرون بأنه سيتم التحقيق في الموضوع على أعلى المستويات واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا. وفقا للتقرير المشترك الذي نشرته صحف واشنطن بوست وذا غارديان ولوموند وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية، فإن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس استخدم لأغراض التجسس، حيث تم من خلاله استهداف نشطاء وصحفيين وسياسيين من حول العالم بعمليات تجسس واسعة النطاق. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.